فار عنيف يعني. فعلا وانت بتتكلم في 29 سنه لسه صغير يعني، لسه قدامه على الاقل اربع يعني دي مرحله سنة. النضج في الكوره، وانت داخل على 30 سنه، النضج بعد ال 30 كمان بسنتين او ثلاث سنين، فربنا يديله الصحه يعني ويبعد عنه الاصابات. مين شايف عنده الامكانيه انه مش لازم يبقى يعني ده ايجيبشن كينج زي ما بيقولوا، بس اقصد اقول مبشر امكانياته تسمح له يلعب في نادي كبير في اوروبا من الجيل الحالي؟ مصري طبعا. ممكن بشوف ابراهيم عادل. ابراهيم عادل من بيراميدز، واللي كنت بشوف قبل كده ان هو كويس جدا، بس يعني الاصابه محمد محمود كان من اللعيبه الصغيره اللي كانت جايه وبتأدي كويس، بس الاصابات هي اللي بعدته. لكن ممكن حته الاحتراف شويه اللعيبه بص بره على المنتخب، ادى بنسبه كام في الميه مع منتخب مصر. فهي دي ممكن تبقى عائق شويه بالنسبه لبعض اللعيبه، لكن لا في لعيبه عبد القادر وفتوح. عبد القادر لسه كنت هقول لحضرتك، عبد القادر اللي انا كنت اتمناه حتى من بعد سموحه، كنت اتمنى ان ممكن بوابه الاهلي انها تبقى الاحتراف لعبد القادر. ايوه، لان هو بيقدم يقعد معاه شويه ويستوي شويه برضو يعني، محتاج يشتغل على نفسه هو طبعا. لا، محتاج يلعب في فريق بطوله زي النادي الاهلي اللي حط تحت ضغط البطوله، ضغط الجماهير. لان انت عارف كل الانديه في مصر حته ان مفيش جماهير، لكن بعكس النادي الاهلي ان انت بتلعب تحت ضغط جماهيري وبتأدي بنفس الاداء دوت، واداء مميز. وعبد القادر ما شاء الله ثابت على مستواه، ده اللي انا بتكلم حضرتك فيه، ان دايما لازم مستواك يبقى ثابت. 10 15 ماتش ممكن ادائك ينزل مباراه، لكن بيطلع كيرف تاني، فده هنا اللي بيأثر عليك انت كلاعب وعلى قيمتك او مدى ادائك مع الفريق. طيب ننقل بقى على الماتش المهم. الاول هاخد رايك في ماتشات النهارده بسرعه كده، تشامبيونز ليج، مانشستر يونايتد، اتلتيكو مدريد، مين كفته ارجح من وجهه نظرك؟ بشوف اتلتيكو برغم المكسب بتاع مانشستر في الدوري اخر مباراه، اتلتيكو في المباراه الكبيره مع سيميوني بيأدي بتكتيك عالي جدا، بيقدر يلعب الفرق الكبيره. وبنفيكا واياكس امستردام؟ لا، اياكس. مين اقرب للبطوله بشكل عام؟ اقرب للبطوله بشوف ريال مدريد. لا يا راجل، انت بقى شكلك ملكي. انا مش مدريدي، بس انا برشلونه بس بعد يعني رحيل ميسي استبعدت السيتي واستبعدت بايرن ميونخ واستبعدت ليفربول، وشايف انه ريال اقرب. الريال نفسه طويل يعني، نفسه طويل مع السيتي يعني، ممكن مع السيتي. صوت عيلي بعد ما كسبوا بي اس جي، صوتهم ما كانش طالع بعد الماتش الاولاني، ما حدش كان متوقع يعني، ما حدش كان متوقع خالص. بس انشيلوتي بيعرف يكسب يعني، بيعرف يكسب ازاي مع بنزيما بادائه الجيد طبعا مع الفريق، ومودريتش طبعا. فاللعيبه دي، في لعيبه بتقدر تعمل لك فارق، بس هي بطوله صعبه جدا طبعا. بايرن والسيتي وكل الفرق، فلكن انا بشوف ان الريال عشان نفسه اطول في البطوله فممكن يوصل فاينل ويحقق الشامبيونز ليج. الافريقي بقى اخباره ايه معاك؟ وشايف مشوار الاهلي فيه ازاي؟ هو مشوار انا شايف ان احنا اللي صعبناه يعني، ان النتائج النادي الاهلي هي اللي صعبته، مع انا بشوف ان الفرق مش هي الفرق اللي ترهب النادي الاهلي، مش بنفس زمان يعني الفرق اللي ترهب النادي الاهلي. لكن لو هنبص على اداء فريق النادي الاهلي في المباريات حتى الخارجيه، بيبقى في تحفظ شديد من مستر موسيماني، فده ممكن يكون مؤثر شويه على اداء بعض اللعيبه حتى في طريقه اللعب اللي بيلعب بيها. لكن كلنا يعني مطمن حتى المباراتين اللي جايين ان شاء الله يبقى في مكسب، لان انت عندك مباراتين هنا في مصر. واللي مطمنا اكتر ان خلاص مستر موسيماني من نوعيه دلوقتي اللي بينزل بيفرض اسلوب لعبه بامكانيات اللعيبه اللي عنده، بمفاتيح اللعب اللي عنده. حته الجرأه الهجوميه لازم تبقى موجوده، ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك وتقدر تخلص المباراه اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه، فده هيفرق معاك بشكل كبير جدا. ليه عانينا قدام سان داونز من وجهه نظرك كابتن احمد؟ طريقه